اكيد اوفري عامل صوتك بقى بسرعه اوفري وبعدين فالوبيان تيوب ورينا بقى اوفري وبعدين فالوبيان تيوب قدام الفالوبيان تيوب راوند ليجام ده وراء اوفيريان ليجام ده سؤال جالنا سؤال جالنا فين ده الراوند والاوفيريان ليجام جالنا التن الاول طب انا اعرف ازاي افرق بين الاوفيريان والاوفيريان اوفيريان يا ابني ماسك في الاوفري هنا فالوبيان اوفري وفالوبيان الليجامنت الاوفيريان ماسك من الاوفري لليبس الاوفيريان هو اللي فوق الاوفيري مش فوق تحت قدام قدام راوند ورا اوفيريان طبعا انا قدام ورا مش يعني الراوند هو اللي تحت ده اهو ده الراوند ده الراوند وده الاوفيريان قدام ورا اليوترس اكيد اهو محطوط على بتاع الفاجينا ده محطوط في الدبل ده على اليوترس يورينر برادر ريكتوم والبرينيال بادي برينيال بادي سيمفيسيس بيوبس ودوغلاس دوغلاس باوتش هنا دي مهمه دي دوغلاس باوتش مش هيتعلم عليه ازاي عادي دوغلاس باوتش حطوا ليبل كده راح مشوهين لسهم كده على الحته الفاضيه يترو فيزيكال باوتش برضه ده مهم يترو فيزيكال باوتش بس تقريبا ده اليوريتر عشان رايح البلادر هنا استنى دي البلادر صح؟ ده اليوريتر طب ليه ده؟ لا ليه جامد حطلك عليه ده يوريتر لا مش هيكون يورتر مش هيكون يورتر خلاص يا عم مش مهم واليورسر هنا بقى وكده قول بقى الانتيرو فور يا عم انتيرو وستيريو بس مش ليه بس لا ما مش باينين انا انتيرنال اسو اسات الفتحات بتاعت السيرفكس دي هنا اكسترنال وهنا انترنال اسو اكسترنال الفتحه دي والانترنال هنا ولا البستيريو فورنيكس اهو وده الانتيريور فورنيكس المثلثات دي يا عم ما قال لي ايه الجيش بالضبط الثاني بقى اللي وصلت بالضبط مالي يا عم لا خلاص طب ودي بقى الحاجات المهمه بقى هو الاورجنز اوفري اوفري وفالوبيان فالوبيان وبين فالوبيان او اجزاء ايه اجزاء الاول الفانديبولم او امبولا وازمس وانتراميورال او اليوتراين بارت اوفري فالوبيان ويوترس وفاجاين دي اهم حاجه ممكن يجيب لك ايدنتيفاي ريكتم ايدنتيفاي بلادر وخلاص يجيبوا دول ريكتم ولا دول من دي تقريبا اكسترنال الياك زي ما عملت من اول مش كورنيو شاور على الكورنيو قال لك ايه اللي اتاتش لازم تقول ثلاث حاجات فالوبيان وراوند واوفيريان ليجامنت كان فيها كان مشاور على حاجه كان تبع الليجامنت في السيرفكس السيرفكس مشاور على حاجه زي كده اللي هو الشيت الثاني صح؟ الناس الثانيين لما غيروا؟ مش عارف شاور كان مودل ده ولا مودل كبير ولا مش عارف شاورنا على حاجه وعندها سيرفيكال ليجامنت كان قال لك عندك حاجه ليجامنت كان في فاجينا شاور على حاجه في فاجينا في واحد شايف لي ليجامنت في السيرفكس حد ايه ايه ايوه حد الاسفكس قال لك اذكر الليجمنت اذكر انت شكلك ماشي بس هو عايز كان عايز السيرفكس دي الحته دي بس الصغيره دي فين بقى شاور هو كان شاور فين بقى ماشي ادي السيرفكس هو كان شاور هنا اهو ده عالم هو بيقدر يحط نفسه في السبلاي بقى ويحط نفسه في لا ده هو شاور هنا كانت سيرفكس طب ولا انا كنت هنا بس انت مش معاهم بتعمل لك انا عايز ليك بس 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 ان